والله ان شاء الله مستعدين، تم الاستعداد يعني من قبل البطوله باسبوعين. معروف مباراتنا الافتتاحيه تكون ضد فريق الفيصليه، فريق الفيصليه فريق معروف في منطقه حواري مكه، وان شاء الله باذن الله اول مباراه هي اهم مباراه، ان شاء الله نظفر بال3 نقاط عشان تدينا اتاحه فرصه ان نتاهل ان شاء الله اول مجموعه. والله الحمد لله مستعدين كامل الاستعداد، رغم ان عندنا نقص في سنتر مصاب، مهاجم حتى الان لم على قولهم من الحين لم تكمل جاهزيه المباراه، لكن باذن الله المجموعه كلهم فيهم الخير والبركه. والله اول شيء اقول بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله. ثاني شيء ان شاء الله استعداد يكون على اكمل وجه. الفتره الماضيه اشتغلنا على الفريق ما يقارب الشهرين، اشتغلنا على الفريق رغم انه يعني ما كنا حاطين امل ان نشارك في البطوله، لكن نشكر الرابطه على البادره القيمه اللي قدموها لنا وشاركنا في البطوله، واحنا مستعدين الان ان شاء الله باذن الله. والله ابرز التكتيكات يعني على قولهم ما نحب نوضح الاوراق، لكن ان شاء الله بكره على واقع الارض على ارضيه الملعب راح يظهر كل شيء. وبالنسبه للتكتيك احنا تكتيكنا معروف، ضغط على حامل الكرة، يعني فريقنا معروف بالشيء هذا، لكن في إضافة ثانية في هذه المرة. وغير كذا احنا الفترة دي بنشتغل على فئات السنية، يعني بكرة لو تلاحظ ان شاء الله راح تلاقي اغلب الشباب اللي حيكونوا في أرضية الملعب يعني معدل الاعمار بيكون من 20 الى 19 18 سنة. ان شاء الله جاهزين جاهزية تامة ومستعدين استعداد تام ان شاء الله عشان نذفر ان شاء الله ب3 نقاط اول مباراه لنا بكره ان شاء الله. والله الفتره الماضيه كان عندنا توقف تقريبا اسبوعين بعد بطوله الشاطي، وبعد كذا رجعنا نستعد استعداد للبطوله، فان شاء الله العيال على قد المسؤوليه.